عندي مشاكل، ما أقدر أروح على الشغل، ما في روح على السوبر ماركت، أو ما في أحكي على التليفون لأن بحس إنه عم بتلبك. القلق الاجتماعي social anxiety disorder هو من أكثر الاضطرابات عن أمراض القلق الموجودة بالمجتمع، تقريبا 12-15%، وكتير صعب نقدره لأنه by definition الناس اللي عندهم social anxiety ما كتير بتروح بتشوف الأشخاص. شو هي social anxiety disorder أو القلق الاجتماعي؟ هو تعالى أتخيل الأشخاص عم تفكر أنه أنا زلمة من منيح، بحس وقت أطلع من الأشخاص أنه I'm being judged negatively. تنفهم شوي على الاجتماعي لازم نفهم كيف تمشي السوشيال كوجنيشن تبعنا، الفكر الاجتماعي تبعنا بدماغنا. وقت نفكر بالاخر عنا ثلاثة ليفلز من التفكير، بنسمي افكار الفيرست اوردر هو شو بفكر عن حالي، هلا انا بفكر انه انا زلمه حبوب مهضوم ذكي حلو بشع اتسترا. عندي السكند ديجري اوردر شو بفكر عن الاخر، هل بعتبر انه الكرو هون حبوبين وشاطرين اما بالمره. وعندي الثيرد ديجري اوردر شو بفكر انه الاخر بفكر عني، هل بعتبر انه انتم بتعتبروا انه شو انا همول هلا انترستينج مش انترستينج، عم تعملوا لايك ما عم تعملوا لايك، عم تعملوا فولو للبيج تبع سينيموز او لا. بين هالثلاث عوامل اذا بتنتبهوا الثيرد ديجري اوردر ما عندي عن جد اكسس عليهم، ما في اعرف انتم شو عم بتفكروا. بس الثيرد ديجري اوردر تبعي فيكون يا اما متطابقين مع السكند ديجري اوردر ثوتس تبعكم يا اما في فرق بيناتهم. اذا انا في اعتبر انه انتم بتفكروا انا interesting وانتو بتكونوا عن جد بتفكروا انه انا interesting، اما في عارف بتفكر انه انتو بتفكروا انا interesting وانتو بتفكروا انه لا مني. وقت يكون عندنا social anxiety disorder نعتبر ال third degree orders تبعنا كل الوقت negative، يعني بتطلع فيكم اذا كنتوا معي بالأوضة عم بتطلع بحدا من الكرو اللي هون وبحس بعيونهم، بقدر اقرا بعيونهم انه هني عم يفكروا انه يا ريت ما عزموني وشو عم بعمل هون. هالشي بخلي قلبي يسرع، بخليني بلش يمكن اعرق عامل بانيك ويمكن اقول لهم سوري ماني حاسس حالي منيح لازم روح اهرب. كتير مهم نفهم انه social anxiety disorder منه حدا منه necessary اشخاص يكونوا introverted، اما اشخاص عندهم خجل مثلا. الخجل هو personality trait، في ناس تكون خجولين وما في ولا مشكلة، في ناس يكونوا introverted وحقهم تخلوا الناس الانتروفيرتد يكونوا انتروفيرتد، عايزينهم وعنده الوظيفة كتير مهمة وبليز ما حدا يجي يجبرهم انه يكونوا اكستروفيرتد. social anxiety disorder هو اضطراب بخليني يكون عندي مشاكل، ما اقدر اروح على الشغل، في ناس عندهم social anxiety disorder ما في روح على السوبر ماركت لانه بحسوا انه عندهم ستريس وتيكونوا عم يوصل على الكاس من يدفع وما في احكي على التليفون لانه بحس انه عم بتلبك، ما في عم برزنتيشن بالشغل لانه بحس انه رح اكون كتير فاشل. سو اذا عندكم بعض العوامل اللي حكيت عنهم انا هلا بليز اذا حاسين الحاجه حكوا مع سايكولوجيست. هالاضطراب من اكثر الاضطرابات اللي بنعرف كيف نعالجهم، واكثر اضطرابات في يكون عندهم كونسيكوينسز نيجاتيف على عليكم وعلى المحيط تبعكم، وحرام ما نجرب نداوي شيء فينا نداوي.